15 سنة من التنقيب المستمر بمدينة صيدا والخير لقدام، بحث تنقيب واكتشافات نفذها المتحف البريطاني بصيدا بالتعاون مع المديرية العامة للأثار. ونظرا للاكتشافات اللي تم العثور عليها بموقع الفرير والصندقلي بقلب صيدا، كانت الفكرة بإنشاء متحف ميداني حيث ستكون المدينة على موعد مع تاريخ بلخص أكثر من 5000 سنة. كتير مهم انه يكون في متحف هيك بيحيوا المنطقه، بصير عالم غريبه تيجي على المنطقه، يهتموا بالاثارات شوي، يبعدوا عن السياسه. مهم بيرجع الواحد لجذوره بيشوف حاله فيها، يعني حضارته هيدي اساس اهم شيء، يعني الحضاره. في كتير ناس اصلا لهلا من مدينه صيدا ما بيعرفوا قلعه صيدا، فكمان بنطلب من المدارس يكون في توعيه لهيدا الشيء بالنسبه للاثار. اكيد كتير حلو، بس على الاقل الدوله يمشي لحاله تهتم فيهم كمان او تستخدمهم يعني وتستغلهم. نتمنى كل الفوت على المتحف مجانيه، بس اثار طه اثار، يعني كذا تاريخ مري على صيدا، احسن تاريخ كان بصيدا. بجولة مع الدكتورة كلود سرحال عالمة الأثار والمسؤولة عن عملية التنقيب بصيدا، تعرفنا على آخر المكتشفات اللي تم العثور عليها لهالسنة، ومن ثم اتجهنا إلى موقع بناء المتحف لأصبح بمرحلة متقدمة من التنفيذ. هيدا إناء الصيداوي شقفة منه لأنه أكيد بده ترميم، وهيدا مثل ما شايفة شجرة الحياة الصيداوية يلي جاية من جزيرة إيفيا يحية على كمان على إناء الميتروبوليتان ميوزيوم أوف أرت، ولا بديل لهذا الإناء بكل البحر المتوسط إلا بصيدا. عنا البقايا اللي تلاقت بالخندق الدفاعي مع العملة الأموية مكبوبين بخندق الدفاعي تبع صيدا بالقرون الوسطى، وهو حصان صغير وخنزير صغير. تم المتحف بناء المتحف من شي سنتين، مثل ما بتشوفي مشهلين فيه، فوق رح يكون فيه القطع يلي لقيناهم، وبتفرجي أهمية صيدا وبالمدادرات التجارية وبالحياة اليومية، وتحت رح يكون فيه الموقع. إنشاء المتحف والحث على أهمية وجوده بمدينة شهدت حقبات عديدة أتى بمبادرة من الرئيس فؤاد سنيورة والنائب بهية الحريري وبلدية صيدا، لأكدوا حرصهم على تنفيذ العديد من المشاريع اللي بتساهم بضخ نبض الحياة لهالمدينة وأهلها. يعني أكبر نعمة زايدة من الله لما بكون في ناس عم تشتغل للمدينة وتسعى فيها. صيدا كتير حلوة أصلاً، والعيشة فيها حتى حلوة، يعني شيء كتير حلو. صيدا القديمة نحن بنفتخر فيها كشي جميل، والناس اللي بقلبها ناس طيبين، فلازم يطلع بقلب صيدا القديمة هيك اشياء. همنا يكون في عنا اثار وهيك اشياء بصيدا كرمال الحركة السياحية والاجانب. عم يرموا القلعة البرية، ولكن مش هالترميم يعني المطلوب، ولكن عم يحافظوا عليها من التلف، عم يحافظوا على الحجر. اصلا هيدا التراث مفروض الحفاظ عليه، وبلاد بدون تراث ما لها قيمة اصلا.